هلا بدي اعمل كونفيجريشن انا لريموت سبان، يعني ريموت سويتش بورت انالايزر، بشكل انه انا السورس عندي اياها بي سي 1 والديستنيشن اللي انا بدي اروح عليها هي ار 1 موجوده على ديفرنت سويتش، كذلك الامر الميرورينج يعني السنيفر موجود عندي على ديفرنت سويتش. يلي بيجمع لي هدول الاثنين سويتشز توجذر ترانك لينك اللي انا اوريدي عامل له كونفيجريشن، يلي حيصير عندي تقدر اعمل الكونفيجريشن للريموت سبان بدي اروح على اس دبليو 1 تقدر انا اعمل كرييشن لفيلان يلي انا بدي استعملها بالريموت سبان. فاذا حروح على الجلوبال كونفيجريشن مود حقول له بدي فيلان، حسمي الفيلان 999 يعني 3 تسعات، بدي اعمل انيبلينج للريموت سبان عليها، بعدين برجع بعمل اكزيت. سيم بروسيجر كذلك الامر بدي اعمله على اس دبليو 2، فاذا حروح لهون واخلق كمان فيلان من الجلوبال كونفيجريشن مود حسميها VLAN 999، كمان بدي اعمل enable للريموت، وبمجرد ما عملتلها enable انا اختصرتها هون حارجع اعمل exit، وكمان بدنا نحنا نعمل save. بمجرد ما عملت save بدي كمل my configuration، حروح على الـ SW1. بقلب الـ SW1 انا I need to define my source port. منعرف انه نحنا منجي نكتب كلمة monitor، بعدين منحط session number 1، بجي بعدين بختار source. source عندي هو انا interface، حيكون هيدا هو الفاست ايثرنت 0/1 مطرح ما بي سي 1 از كونكتد. اما بالنسبه لموضوع الديستنيشن حيكون شوي مختلف، حاجي اقول مونيتور من بعدين سيشن نمبر 1، اكيد هلا عندي ديستنيشن ولكن ما عادت انترفيس، فصارت الديستنيشن هي عندي الفيلان لانه انا بدي ابعته على الفيلان. فاذا بيجي لهم بكتب الكيورد اللي اسمه ريموت، من بعدين بحدد الفيلان، والفيلان اللي عم بستعملها هي 999، وبدي انا اعمل لوبينج على انترفيس مشان يقدر يرجع يبعته. هذا الانترفيس لازم يكون انا انترفيس مش عم بستعمله من الفيزيكال انترفيسز الموجودين عندي، انا بسميه ريفلكتر بورت. هذا الريفلكتر بورت حيكون عندي الفاست ايثرنت يلي هو 0/24، بما انه انا هذا الانترفيس مش عم بستعمله. بمجرد ما حطيت هذا البورت انا هيك بكون خلصت الكونفيجريشن على SW1. Let's do now the configuration عندي على SW2. طبعا هلا بدي كمل ماي كونفيجريشن على الاس دبليو 2، حفوت على الاس دبليو 2، بدي اكتب الكيورد اللي هي مونيتور، بعدين ححدد السيشن، فيها تكون السيشن نفسها ذاتها او فيها تكون ديفرنت سيشن ما مشكله لانه منهم على نفس السويتش، ولكن دائما بده يكون في عندي السورس والديستنيشن بورتس او فيلانز نفسهم ذاتهم. فاذا هون انا عندي السيشن، هون بدي احدد مين السورس. السورس عندي كمان هي ريموت ولكن هالمره اي فيلان، عم بشتغل من الفيلان يلي هي 999. بمجرد ما حددت انا السورس هلا بدي احدد الديستنيشن، فكمان برجع بكتب مونيتور بعدين السيشن، ولازم كمان اختار انها تكون 1. الديستنيشن بدها تكون بهيدي الحاله هو الانترفيس اللي عندي انا الفاست ايثرنت 0/2 مطرح ما السنيفر ما عمل له كونكشن، يعني اذا بجي لهون بلاحظ انه السنيفر از كونكتد على الفاست ايثرنت 0/2، وبهالحاله بكون انا عملت الكونفيجريشن اللي لازم انا اعمله. طبعا من بعد ما خلصت الكونفيجريشن عندي على الـ SW2 let's test the connection، ولكن بدي الفت نظر على شيء كتير مهم انه PC1 و R1 والسنيفر كلياتهم على نفس الـ Data VLAN مش الـ Native VLAN، حاططهم كلهم على الـ Data VLAN وحده يلي هي بهذا الـ Example VLAN number 10. فإذا حاجي أعمل هلأ أنا ping من PC1 ل R1 it is successful، فوت على السنيفر، إذا بنزل لتحت حلاحظ في عندي ICMP. هيدي الـ ICMP كانت من الـ Source يلي هو حنشوف شو هو إذا بنزل لتحت 192.168.1.1 والديستنيشن 192.168.254. وبهذا الاكزامبل انا بكون عملت كونفيجريشن للريموت سبان.